السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في المحاضره الثانيه من كورس بزنس فالويشن موديلنج. الكورس ده اتكلمنا فيه عن المحاضرات اللي فاتت عن الفالوينج بزنس اوف اسيتس اوفر فيو اوف فاينانشال فالويشن تكنيكس. اتكلمنا عن فالويشن ارت اند ساينس وفرقنا ما بينهم. اتكلمنا عن الايكوتي فاليو والانتربرايز فاليو بس ما اتكلمناش بالتفصيل عنهم. ان شاء الله الكورس ده هنتكلم أكثر تفصيليا عن الإيكوتي فاليو والإنتربرايز فاليو وهنشوف المضاعفات بتاعتها. الدنيا إن شاء الله بسيطة ما فيهاش أي حاجة. طيب، وقفنا المرة اللي فاتت عندنا فالويشنج أو فالويشن يوزنج إيكوتي أند إي في مالتيبل. قال لك إن في حاجة اسمها مضاعفات قيمة الشركة حقوق الملكية. قلنا إن قيمة الشركة اللي هي إي في او انتربرايز فاليو هي عباره عن التوتال اسيت السوقيه او القيمه السوقيه للتوتال اسيت. يعني ما حدش يجيب لي التوتال اسيت اللي من البالانس شيت ويقول لي هي دي الاي في او الانتربرايز فاليو، لا، القيمه السوقيه. والقيمه السوقيه بتختلف عن القيمه الدفتريه اللي موجوده جوه القوائم الماليه. تمام؟ يبقى الانتربرايز فاليو هي القيمه السوقيه للاصول الاسيتس او توتال او سمشنز الديت زائد الاونرز ايكوتي او الماركت فاليو اوف ايكوتي بلس الماركت فاليو اوف نت ديت. ده اللي اتكلمنا فيه المحاضره اللي فاتت. واتكلمنا عن الايكوتي ان هي توتال الشير هولدرز ايكوتي او الماركت فاليو اوف ايكوتي، الجزء الاخير اللي موجود في القيمه السوقيه لحقوق الملكيه. قال لك ان احنا كمان بنقيس مدى قوه الشركه ومدى نجاحها وبنقيمها على اي اساس، هل هي قويه، هل هي سعرها عالي او ما الى ذلك، باستخدام مالتيبلز او مضاعفات. المضاعفات دي عباره عن حاجات بنقارن بيها ارقامنا بالارقام دي ونشوف هل احنا ماشيين صح ولا غلط، هل احنا مؤشرات بنستخدمها عشان نقدر نقيم اصولنا بالشكل الصحيح. هو دي فكره المضاعفات. طيب، بيقول لك ان المضاعفات دي هتساعدنا في ايه؟ هتساعدنا ان احنا calculate and analyze valuation multiples. هتعرف تحسب مضاعفات القيمه. تمام؟ appreciate the drives of equity and enterprise value multiples، هتشوف وهتقدر المحركات اللي بتأثر على المضاعفات دي. ده كله هنشوفه إن شاء الله المحاضرة دي. value a company using equity multiple و enterprise value multiples، هتشوف بقى المضاعفات بتاعة ال enterprise value والمضاعفات بتاعة ال equity value. قال لك ان relative valuation multiples the value of asset is derived from a pricing of comparable asset. انا لما اجي اسعر مثلا اصل عندي، اجي اشوف ابحث في النت كده واشوف الاصول المشابهه للاصل ده واشوف سعرها كام، ومن خلال ذلك اقدر اقيم السعر بتاع الاصل بتاعي. يبقى من ان انا اشوف السوق الاصول المشابهه اسعارها كام، اي اصل عندي بقى في الشركه اقيمه ازاي، بان انا اعمل comparable او اقارن ما بين الاصل بتاعي والاصول المشابهه ليه وابدا اشوف اسعار الاصول المشابهه دي وابدا اقيم الاصل بتاعي. تمام؟ هو ده اللي بيقول عليه الجملة دي the value of an asset is derived from the pricing of comparable assets. طيب، هنا قلنا ان يعني انت الاول ممكن تقيم الاسس هي 100% of cash flow، ممكن توزع 25% على الديت، ممكن توزع الباقي على الايكوتي او العكس. ولكن اول حاجة بتدفعها لما الشركة تيجي تصفي هي الديون اللي عليك، او حتى لو مش هتصفي اول حاجه بتدفعها هي بعد ما صرفت العمليات التشغيليه، بعد ما صرفت على العمليات التشغيليه بتاعتك سواء بقى اصول او working capital او ما الى ذلك، هتبدا تدفع اللي انت مديون بيه للدائنين، سواء بقى فوائد، سواء حاجات فلوس هتدفعها للبنك او الناس اشترت منك سندات او ما الى ذلك. بعد كده يبقى pay it first، هتدفع الفلوس دي اللي عليك، الفوائد والحاجات اللي عليك، القروض اللي انت اخدتها وهتدفع فوائدها بتدفعها الاول. بعد كده بتدفع الناس اللي معاك شاري اسهم في الشركه، بتدي لهم فلوسهم. بيت سكند، يبقى اول حد الديت فلوس المستثمرين بتدفعها الاول، بعد كده فلوس الشير هولدرز الناس المساهمين معاك بتدفعهم في التاني. بيت سكند. طيب، هنا بيقول لك ان الديت ده عباره عن ايه؟ الفلوس اللي انت بتدفعها للمستثمرين هي عباره عن انترست، هي فوائد على القروض اللي انت خدتها منهم او فوائد على السندات اللي هم اشتروها. تمام؟ طيب، الماركت فاليو اوف ايكوتي عباره عن ايه؟ عباره عن نمبر اوف شيرنج في الشير برايس، عدد سعر السهم في عدد الاسهم الاوت ستاندنج المطروحه. وده اتكلمنا برضو المحاضره اللي فاتت عنه لغايه دلوقتي ما فيش اي جديد، ان الماركت ايكوتي او الماركت فاليو اوف ايكوتي هو عدد الاسهم في قيمه السهم
الموجوده دلوقتي، عدد الاسهم الستاندنج لو نقول هو 100 مليون وسعر السهم 20 يبقى 2 مليار، او بنضرب 20 في 100 مليون. تمام؟ انتربرايز فاليو هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك دخل على نقطه المضاعفات اللي احنا مالتيبلز بنتكلم عليها، وبنقول ان في مضاعفات ومؤشرات بتقيس الانتربرايز فاليو. If the denominator is before interest expense, it is enterprise value ratio. طيب اول مضاعف اسمه enterprise value على revenue، وانتربرايز فاليو على الايبيتدا، وانتربرايز فاليو على الايبت. وهنا في بالنسبه للايكوتي، if the denominator is after interest expense, it's an equity value ratio. price share على earning per share. price share على البوك فاليو. price share على الكاش فلو اوف شير. هنعرفه دلوقتي لما نيجي نطبق عملي. بص يا سيدي، دلوقتي السلايد اللي جايه دي هي عباره عن مثال. مثال بدأ يوضحه بالشكل ده ويحسب منه المالتيبلز والمضاعفات. انا قلت نشرح على شيت اكسل، اخدت المثال ده احسن، وقلنا نطبق سوا. اخدت المثال ده وحطيته في شيت اكسل اهو، نفس الارقام ونفس كل حاجه اللي موجوده عندكم في الماتيريال، وقلنا نطبق سوا. تمام. قال لك اول حاجه هات لي الانتربرايز فاليو. هقول لك حاضر، الانتربرايز فاليو هو التوتال اسيتس، القيمه السوقيه للتوتال اسيت، او القيمه السوقيه للديت بلس الماركت فاليو او الايكويتي فاليو. الايكويتي فاليو هقول لك حاضر. تمام، اولا هيساوي، افتح قوس، اول حاجه انا عايز اجيب النت ديت. طيب النت ديت بيتجاب ازاي؟ من المحاضره اللي فاتت اتكلمنا فيها وقلنا ان هو عباره عن الشورت تيرم ديت بلس اللونج تيرم ديت ماينس الكاش. كاش صفر. تمام، يبقى ده النت ديت. يبقى ده النت ديت ناقص لايه؟ ناقص للايكوتي فاليو. نت ديت طبعا يعني سيبك من مليونز، احنا بنتكلم بشكل تقريبي، خليها بشكل دولار يعني. تمام، 300 دولار. ماشي، سيبك من مليونز. الايكوتي فاليو بقى بتتجاب ازاي؟ بقول ان انا بضرب 20 في 100. تمام، يعني بيساوي سعر السهم في عدد الاسهم المطروحه الاوستاندنج المطروحه دلوقتي. طبعا عشان في كلمه مليونز انا هقول ايه على طول، بيساوي 20 في 100. طبعا دي من غير ما اجيب سيرت المليونز خالص، هبقى اجيب ارقام عاديه 300 و2000، اعتبرها دلوقتي كده ايكوتي فاليو. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بجمعهم على بعض. وبكده اكون جبت الانتربرايز فاليو، قيمة الشركة السوقية، قيمة الشركة السوقية. هتيجي تقول لي قيمة الشركة السوقية 1050، هقول لك دي القيمة الدفترية، امال ايه ال 2300 دي القيمة السوقية؟ ايه الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية؟ القيمة الدفترية اللي موجودة في القوائم المالية، والقيمة السوقية القيمة بتاعة الشركة اللي موجودة في السوق، اللي بتقيم فيها في السوق، اللي انت لو بعتها دلوقتي هتتباع بالمبلغ ده. تمام؟ طيب تعال بقى احسب لي الامبلايد مالتيبلز. قلنا ان في مجموعة من المضاعفات اتكلمنا عنها اهي. تمام؟ قال لك احسبها لي اهو، احسب لي المضاعفات دي. تعال نحسبها واحدة واحدة مع بعض كده. الانتربرايز فاليو على السيلز، الانتربرايز فاليو هي على السيلز سهله جدا. بقول لك هي هتيجي برضو اسئله في الامتحان بنفس الشكل ده. تمام،
enterprise value على السيلز، السيلز اللي هو الريفينيو اهو 2 و3. طيب enterprise value على الايبيتدا، طبعا دي مضاعفات الانتربرايز فاليو مش الايكويتي فاليو. enterprise value على الايبيتدا اهو اهو، انتربرايز فاليو على الايبت اهو، تعالى بقى نبص على الكابيتال امبلويد. قال لك ان في حاجه اسمها الكابيتال امبلويد مالتيبلز، بتتجاب ازاي؟ قال لك مضاعف راس المال العامل ده هو عباره عن الاي في على سي اي. طيب الكابيتال امبلويد السي دي عباره عن الكابيتال امبلويد، بتتحسب ازاي؟ بحسبها عن طريق ان انا بجيب الديت زائد الايكوتي. الديت طبعا اللي هو شورت زائد لونج، والايكوتي اللي هو كومن ستوك زائد ريتيند ايرننج، وده موجود في قائمه البالانس شيت. تمام، يبقى تعال نشوف كده هل القيمه اللي موجوده في البالانس شيت فعلا 950. قلنا ان الديت هو عباره عن الشورت تيرم بلس لونج تيرم، 250 زائد 50 300، يبقى معانا 300. قال لك ايه كمان؟ قال لك زائد الايكوتي. تمام، يبقى 300 بلس كومن ستوك 250 بلس ريتند ايرننج 400 هيديني 950، ودي القيمه اللي هو جابها، صح كده؟ يبقى احنا شغلنا صح. قلنا الانتربرايز فاليو هو 2300، يبقى نحسب على طول زي ما هو عمل، انتربرايز فاليو بيساوي ل 2300 على افتح قوس او سميشن بلس لازم تمش عشان تبقى اسهل. يبقى دي القيمة اللي هو جابها، احنا شغلنا مظبوط 2 و4. تمام، يبقى طريقة مضاعف رأس المال العامل بتتجاب بالطريقة دي. قال لك بقى في حاجة تانية اسمها فري كاش فلو تو ذا فيرم. قال لك انا بقى بعد ما صرفت على العمليات التشغيلية بتاعتي، بعد ما اديت الموردين فلوسهم، وبعد ما اديت الموظفين رواتبهم، وبعد ما صرفت على الاصول الثابته بتاعتي بقى، سواء هشتري او هصرف عليها او ما الى ذلك، هتتبقى القيمه دي اللي هي الكاش اللي معايا دلوقتي بعد ما صرفت كل المصاريف دي. القيمه اللي معايا دلوقتي اولا هتروح للمستثمرين، ثم هتروح للشير هولدرز. يبقى الفري كاش فلوز هي القيمه او الكاش اللي هيروح بعد ما صرفت كل مصاريفي بقى، المصاريف اللي تشغلني، للموردين، للموظفين، للاصول الثابته. قال لك بتتحسب ازاي؟ قال لك بتتحسب عن طريق نحسبها سوا دلوقتي، الايبت في واحد ناقص التاكس ريشيو اللي هي معدل الضريبه، بلس ديبريشيشن اند امورتيزيشن، قيمه الديبريشيشن، ماينس تشينج ان وركينج كابيتال، ودي طبعا لو معانا اكتر من قائمه ماليه نقدر نحسبها، وبالتالي هو هنا افترضها ب 300. والكابكس طبعا برضو دي كابكس دي اللي هي كابيتال اكسبندتشر، لو معانا اكتر من قائمه ماليه هنقدر نحسبها، ولكن هو افترضها ب 150. تعال نحسب. طيب الفري كاش فلو هتساوي ايه؟ فري كاش فلو هتساوي، قال لك الايبت في واحد ناقص التاكس ريشيو. التاكس ريشيو دي بتتجاب ازاي؟ التاكس ريشيو دي بتتجاب عن طريق الفري
تاكس على الانكم بيفور تاكس، بتتجاب عن طريق التاكس على الانكم بيفور تاكس. طيب هنا التاكس كام؟ هنا التاكس في التاكس على الايرننج بيفور تاكس، هي دي التاكس ريشيو، ايرننج الايبت في 1 ناقص تاكس ريشيو، والتاكس ريشيو دي بتتجاب ازاي؟ التاكس على الايرننج بيفور تاكس. طيب الواحد ناقص التاكس ريشيو هي عباره عن 50، التاكس على الايرننج بيفور تاكس 150 هتبقى حوالي 33%. ثلاثة وثلاثين من مية هيديني 167، ودي قيمة الإبت في واحد ناقص تاكس ريشيو، أول قيمة في الفري كاش فلو. يبقى دي حسبناها 167 مظبوط، يبقى إحنا ماشيين صح. تمام، عرفنا نجيبها إزاي؟ تاني تاكس ريشيو تاكس على ايرنينج بيفور تاكس. ديبريشيشن اند امورتيزيشن موجودة already. فين الديبريشيشن؟ اهو 400. تمام، ناقص change in working capital وافترضها 300، لو معايا اكتر من قائمه ماليه هعرف احسبها، عشان معايا قائمه ماليه سنه واحده بس فبالتالي صعب ان انا احسبها، وكذلك الكابكس اللي هي الاصول الثابته افترضها ب 150، وبالتالي الفري كاش فلو هي عباره عن ده بلس ده ماينس ده ماينس ده، وبالتالي هنعرف اكتر نطبقها في الشغل العملي بتاعنا واحنا بنعمل النموذج او الموديل بتاعنا. ولكن خليك كده عارفها وخليك حافظها وخليك عارف بتتجاب ازاي دلوقتي. هتبقى 117. طيب يبقى احنا جبناها 117، بقى هات لي بقى الانتربرايز فاليو على فري كاش فلو. هقول لك حاضر، الانتربرايز فاليو 2300 على ال 117 اديني تقريبا 19.7. طيب يبقى احنا كده خلصنا المضاعفات الخاصة بالانتربرايز فاليو. تعالى بقى نخش في المضاعفات الخاصة بالايكويتي فاليو. طبعا نفس الارقام نفس كل حاجه. قال لك هات لي الماركت كابيتاليزيشن، قلت له هو عباره عن 2000، هو عباره عن ال 100 اللي هي عدد الشير او عدد الاسهم الاوستاندنج في سعر السهم اللي هو 20. تمام، هات لي بقى المضاعفات بتاعتها، برايس تو ايرننج، برايس تو بوك، برايس تو كاش فلو. اقول لك حاضر، قال لك البرايس تو ايرننج بيتجاب عبارة عن الماركت كابيتاليزيشن على النت ايرنينج. طيب الماركت كابيتاليزيشن قلنا ان هو، تعالى نحسبه نحطه كده، الماركت او نحطه هنا الماركت كابيتاليزيشن يساوي 100 في 20,000. والنت ايرنينج اللي هو ايرنينج افتر تاكس اهو 100. إذن price to E هتساوي 100/20. هل هي طلعت 20؟
تمام، طلعت 20 2000 ماركت كابيتاليزيشن على المية اللي هي الايرننج افتر تاكس، المضاعف بتاعها 20. المهم انت تكون عارف بتتجاب ازاي البوك فاليو. طيب انا قلت الماركت كابيتاليزيشن على الانكم افتر تاكس او الايرننج افتر تاكس، تعالى بقى نعمل على البوك فاليو. البوك فاليو طبعا اوف ايكويتي، هقول ال 2000 اللي هي الماركت كابيتاليزيشن على البوك فاليو اوف ايكويتي اللي هي 400 بلس 250 حوالي 650. 400 زائد 250 650 هيديني القيمة دي. تقريبا هي. طيب في كلام نظري هنشرحه ان شاء الله، بس نخلص الجزء بتاعنا العملي. هنا بقى الفري كاش فلو تو ايكويتي، مش الفري كاش فلو تو انتربرايز فاليو. الفري كاش فلو اوف ايكويتي بيقول لك ان هو بيتحسب عن طريق الكاش فلو فروم اوبريشن ماينس الكابيتال اكسبنديتشر بلس النت ديت ايشود، والنت ديت ايشود ده بيتحسب عن طريق النت ديت ايشود ماينس الديت ريبيمنت. يعني ايه؟ يعني الكاش فلو اوف فروم اوبريشن زي ما احنا عملنا في الفري كاش فلو اللي فاتت، الابيت ماينس الديبريشيشن ماينس التشينج ان وركينج كابيتال، هو ده الكاش فلو فروم اوبريشن ماينس الكابيتال اكسبندتشر اللي هو الكابكس بلس النت ديت ايشود. ايه النت ديت ايشود بقى؟ النت ديت ايشود اللي هو القروض اللي الشركه خدتها ماينس الديت ريبيمنت، القروض اللي الشركه دفعتها، هو ده الفري كاش فلو تو ايكويتي. وبرده هنا هو افترضه ب 50 دولار، وقال لك احسب لي البي على اف سي اف اي اللي هو فري كاش فلو ايكويتي او تو فيرم، حسبه قبل كده وقال اف سي اف او اف سي اف اي. تعالى نحسبها، هو هنا افترضها ب 50. تمام. طيب أربعين زي ما هو عايز. يبقى احنا كده خلصنا الشغل العملي بتاعنا. طبعا الفري كاش فلو هنأكد عليها اكتر في الجزء النظري، في الجزء القادم ان شاء الله، في الجزء العملي وفي الجزء القادم ان شاء الله هنطبقها مع بعض. الدنيا تكون وضحت، المعادلات قدامكم، ما فيش حاجة تقلقوا منها، مجرد ما يطلب الحاجة هتلاقوها في القوائم المالية. انتوا بس عارف الدنيا بتتجاب ازاي وطبقناها عملي سوا مع بعض دلوقتي، فما فيش أي مشاكل. price earning multiples قال لك المالتيبلز دي أو المضاعفات دي بتعكس normalized earning multiple should reflect the ongoing performance of the company، بتعكس الأداء المستمر للشركة. They should be adjusted for، معروف عنها إن هي غير متكررة، non recurring or exponential items، واستثنائية. كمان بتتأثر برقم الإهلاك، طبيعي بتتأثر برقم الإهلاك، قلنا ذكرنا الإهلاك في المعادلات بتاعتها بشكل كبير جدا، فبالتالي بتتأثر بيه. profit loss on sales طبعا مع تغير الربح والخسارة فهي بتتأثر. significant provision or asset write downs بالمخصصات اللي هو provisions or asset write downs اللي هو اضمحلال الأصول. طبعا لو انت دلوقتي اخدت مخصص من الكاش، لو اخدت فلوس، يعني المخصصات دي حاجات بتخصمها من الفلوس اللي معاك عشان حاجات انت عارف انها تحصل فهتصرف عليك، فبنسميها مخصصات. تمام. فده طبعا هتتأثر بيه القيمة النهائية، فالمالتيبلز بتتأثر بالمخصصات، والمخصصات دي تاني هي فلوس بتدفعها لمواجهة حاجات هتحصل مؤكدة الحدوث في المستقبل، أنت عارف إنها تحصل وهتصرف عليك. طبعا قائمة الدخل بتتأثر، بالتالي المالتيبلز بتتأثر. problems with price to earning بيقول لك البروبلمز اللي هتقابلك ان انت مش هتعرف ان انت مع النيجاتيف ايرننج تحسبها بشكل كويس. ايرننج طبعا الخساره، يعني
رقم الربح ممكن يكون تتلاعب بيه مانيوبليتد، رقم الربح ممكن تتلاعب بيه طبعا على حسب الطريقه المحاسبيه المستخدمه، يعني ممكن يتم التلاعب بيه وده دور المراجع. earning can be volatile، يعني ممكن يكون متقلب، الربح مره عالي مره قليل. high P النسبة دي لما تكون عالية بيبقى trough of cycle، والنسبة دي لما تكون قليلة الشركة هتبقى peak هتبقى عالية، يعني الشركة هتبقى أرباحها عالية. طيب لأن زي ما قلت لك كده دلوقتي بتقسم على earning، انت بتقسم على الايرننج، ولما المقام بيبقى عالي انا بقول لك الشركه بتكسب، لما يكون المقام عالي اللي هو الايرننج عالي النسبه في الاخر هتبقى قليله، ولما يكون المقام قليل النسبه في الاخر هتبقى عاليه. فده الفكره بتاعتها. طيب ودي المعادله اللي قلت لك خد بالك منها. بيقول لك ان في حاجه اسمها فيرم لايف سايكل، الفيرم لايف سايكل ده هو اداء الشركه طول فتره حياتها عباره عن ايه. اول ما الشركه بتبتدي بيقول لك ان بيبقى فيه جروث، بيبقى فيه نمو، بعد كده بيبقى فيه نمو سريع، بعد كده النمو ده بيبدا يتباطأ شويه، بعد كده بتوصل لمرحله من النضج بشكل كبير جدا، خلاص انت عارف راسك من اخرك، عارف السوق، اخد حصتك، مرتاح، كل حاجه. ليت ماتيوريتي بتبدا النضج يقل شويه وبتبدا تهبط في مستوى ادائك، بعد كده ديكلاين الشركه بتقع. وده يعني لايف سايكل مشهور، دورة حياة الشركة من بدايتها لنهايتها مشهور بشكل كبير جدا. انت بقى بتاخد فترة مدة زمنية قد ايه هنا، انت بتاخد مدة زمنية قد ايه هنا، بتختلف من شركة للتانية. قال لك بقى هنا ان المضاعفات دي بتستخدمها في انت تكون عارف انت دلوقتي في انهي مرحلة في اللايف سايكل، شركتك دلوقتي في انهي مرحلة، وعلى حسب المرحلة اللي انت فيها هتستخدم المضاعفات المناسبة ليه. قال لك هنا انت لو ما عندكش كاش ولا ربح استخدم الاي في تو سيلز المضاعف ده، تمام؟ لو انت بقى في بداية النمو بتاعك او عندك نمو سريع وما عندكش كاش كافي استخدم المضاعف ده. طيب اوبريتنج كاش فلو بوزيتيف، لو عندك كاش فلو بوزيتيف ومش شرط ان يكون في ربح، ممكن يكون برضو بتصرف كتير جدا ولكن معاك كاش بوزيتيف، تمام؟ وفي مرحله رابيد جروث وسلوينج جروث استخدم الاي في تو ايبيتدا اللي هو انتربرايز تو ايبيتدا. طيب لو انت بتكسب اوبريتنج بروفيت وفي مرحله سلوينج جروث والماتيوريتي استخدم الاي في تو ايبيت. طبعا هنا بيتجاهل كل العمليات التشغيليه في الاقتصاد او الهيكل بتاع الشركه، هيكل راس المال، هنا بيتجاهل برضه هيكل راس المال وبيتجاهل التاكسز، هنا بيتجاهل هيكل راس المال والتاكسز. هنا بقى في الاخر برايس تو ايرننج تستخدمه لو انت عندك ستيبل، عندك ستيبل في كل حاجه، في مرحله النضج ماتوريتي وفي ليت ماتوريتي نضج اقل شويه استخدم برايس تو ايرننج. ممكن في الامتحان يجي يقول لك انا امتى استخدم لو عندي نو كاش او بروفيت وفي مرحله الايرلي ساين جروث استخدم ايه، لو عندي اوبريتنج بروفيت وفي مرحله الماتوريتي استخدم ايه. طبعا الموضوع مش صعب خالص، يعني مش لازم حتى تحفظه، ورقة قدامك تطبق تشوفه انت في مرحلة ايه، تشوف وما الى ذلك اللي هو مديهولك المعطيات اللي مديها لك وتختار المالتيبل المناسب. بس المهم ان انت تكون فاهم بقى، جمع نفسك كده وجمع دنيتك في ورقة، هتبقى الدنيا بسيطة وسهلة وما فيش اي حاجة. احنا طبقنا بشكل عملي اهو، اللي عايز الشيت ده ما فيش مشكلة ابعتهوله عادي، ولكن انت ممكن تعمل القائمة المالية اللي موجودة قدامك في الورق وتطبق في شيت اكسل احسن ما تطبق في ورقه وآلة حاسبه، هتلاقي الدنيا ابسط واسهل بكتير. اتمنى الدنيا تكون بسيطه وسهله ومش معقده. بشكركم شكرا جزيلا وبالتوفيق ليكم جميعا.